نروح لاستعراض مباريات اليوم. احنا النهارده داخلين بقى في المراحل الاخيره من المباريات والمسابقات القاريه في اوروبا. دوري ابطال اوروبا والفاينل باذن الله هيكون يوم 1/6، ماتش كبير جدا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند. ولكن دلوقتي احنا على موعد مع نهائي الدوري الاوروبي. النهارده الساعه 10 مساء اتلانتا الايطالي هيستضيف او هيلعب مباراه مهمه جدا، لقاء النهائي مع باير ليفركوزن الالماني. مباراة ممتعة، مباراة مهمة جدا، فريق إيطالي فريق ألماني، أكيد مباراة هتكون تكتيكية على أعلى مستوى.